انما انا بس بقول الدكتور زياد بهاء الدين وبقول للدكتور البرادعي انه يا جماعه مفيش مصالحه غير بعد المصارحه. يعني انا اتصالح ازاي مع حاجه انا ما اعرفش عنها حاجه؟ خلاص ده الموضوع اتلخبط لدرجه انه احد يعني مفجر الثوره بقاله شهر بيكلمنا على انها كانت شيء سيء جدا، يعني كل العلل كانت فيها. طب انا اصدق اعرف منين؟ يعني افهم ايه؟ بعد 9 سنين استطيع ان اجزم ان لا احد يعرف ماذا حدث في هذه الثوره. الحقيقه يعني انت يعني انا ممكن اقول لك مليون سؤال انا ممكن اجاوبه زي ما احنا قاعدين على القهوه كده، انما انا يمكن دكتور زياد كان بيتكلم عن مصالحه الدوله وبتاع، انا بسال دكتور زياد وبسال ناس كتير،